أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج روشيت. النهاردة يعني بنتحدث عن أمراض العصر، أمراض انتشرت في الآونة الأخيرة. يعني لو اتكلمنا عن الضغط العالي، الضغط المنخفض، الجلطات، الذبحات الصدرية، فشل عضلة القلب، كل هذه الأمراض يعني انتشرت بصورة كبيرة جدا في الفترة أو في الآونة الأخيرة، يعني خصوصا مع انتشار مرض الكورونا. يعني لابد أن نلقي الضوء كيف يعني نتجنب كل هذه المشاكل الصحية. يعني يكفينا كورونا في هذه الفترة، عايزين نعرف إزاي نتعامل مع هذه الأمراض، والمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض كيف يتعاملون معها في ظل ظروف كورونا. هنتكلم في كل هذه المواضيع اليوم، عسى أن نجد روشيتا يعني تكون مفيدة لحضراتكم عن هذا الموضوع. بيسعدني اليوم أني ألتقي بالدكتور محمد عبد العزيز السمنودي، أخصائي أمراض قلب والأوعية الدموية بمركز قلب المحل. ازيك يا دكتور محمد؟ كل سنة وأنت طيب. أهلا بك صفوت، الله يكرمك. يعني الله يخليك. أمراض العصر، هي أمراض العصر الضغط العالي، الضغط المنخفض، يعني الجلطات، فشل عضلة القلب، أنا بسميها أمراض العصر لأن هذه الأمراض ظهرت في الكام سنة الأخرانيين بالزبط. بشكل كبير. طيب الأول عشان السادة المشاهدين يفهموا لماذا انتشرت هذه الأمراض يعني على نطاق واسع في الفترة الأخيرة، ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور مثل هذه الأمراض في الفترة الأخيرة الكام سنة الأخرانيين؟ والله هو اللي بيحصل حاليا إن في عادات صحية كانت صح قبل كده دلوقتي ما عادتش موجودة. الحاجة التانية برضو اللي يعني على سبيل المثال الأكل، الناس كلها دلوقتي بقت بتفرط في الأكل، المطاعم وأكل أكل الشارع زي ما بيقولوا. طبعا الجنك فود والحاجات دي كلها مليانة كوليسترول وسبايسز وأملاح عالية جدا. كل الأدوية دي، كل الأكل ده عشان خاطر يخش المعدة بياخد وقت جدا عشان خاطر إن هو يخرج من من يعني من الجهاز الهضمي زي ما بنقول. في الرحله اللي الاكل بياخدها في الطريق ده كله طبعا بيمتص كوليسترول، بيمتص املاح، وبيمتص يعني كل حاجه غلط الجهاز الهضمي بيمتصها. فطبعا ربنا خلق لنا جهاز، الجهاز ده كل حاجه يعني ان كل شيء خلقناه بقدر. نعم. يعني فطبيعي الكليه مش هتقدر تستحمل كميه الاملاح اللي موجوده في الاكل والشرب اللي احنا بنشربه والبيبسي والقصص دي كلها. برضه نفس القصه، الكبد مش هيقدر يتخلص من السموم اللي موجوده في كل هذه الانواع من الاكل. فطبيعي اللي بيحصل اجهاد. اول ما يحصل اجهاد لاي عضو موجود في الجسم، سواء القلب سواء الكبد سواء المعده سواء الكلى، بتبص تلاقي يظهر عندك الامراض. لو كل عضو اشتغل كويس في نطاقه مش هيحصل مرض. يعني انت بترجع ظهور هذه الامراض بشكل مكثف، يعني الامراض مش ارتفاع الأكل، ضغط الدم وانخفاض ضغط الدم، مش الاكل بس، بترجعوا للاكل بس يعني. لا مش الاكل بس، انت عندك طبعا مفيش رياضه حاليا. ظاهره ناكل وننام، فطبعا ده المثل حتى بيقول اتعشى وتمشى. اسلوب الحياه، اسلوب الحياه، اللايف ستايل نفسه غلط. اللايف ستايل نفسه غلط. الحاجه الثانيه برضو في ناس بتفرط في طبعا التدخين. التدخين طبعا من اكثر العادات اللي تسبب مشاكل في كل اعضاء الجسم. وطبعا مرض العصر اللي ظهر طبعا مرض السكر. السكر له تأثير على كل عضو موجود في الجسم. فالسكر نفسه بيدمر كل أجهزة الجسم. فلو المريض السكر ما خدش احتياطاته في كل حاجة، في كل دواء بياخده، في كل أكل بياكله، في إن السكر بيعلى منه ما بياخدش باله، هتبص تلاقي الدنيا كلها تعك منه، وهتبص تلاقي الدنيا كلها باظت. يعني لما نقول واحد اتنين تلاتة أسباب ظهور هذه الأمراض، نقول إنه الأكل، الأكل، التدخين، عدم ممارسة الرياضة، طبعا امراض اللي زي مرض السكر، الامراض المزمنه عموما، أمراض زي مريض الكبد، مريض السكر، طبعا بيحصل ايه مشاكل طبعا في الميتابوليزم نفسه اللي موجود في الجسم. فبالتالي ما بيقدرش يتخلص من ايه، من السموم، ما بيقدرش يتخلص من الكوليسترول الزياده، ما بيقدرش يتخلص من الاملاح. فتبص تلاقي الدنيا كلها ايه، تبوظ معاك يعني. احنا هنرجع لنقطه الاسباب عشان ندي روشيتا في الاخر. تمام. عشان نقول روشيتا في الاخر يعني هنتكلم في هذا الموضوع. لكن طالما احنا عرفنا الاسباب اللي هي حضرتك ذكرتها لظهور امراض ضغط الدم، ايه الامراض المرتبطه بامراض الدم، امراض ضغط الدم؟
نصنفها لي. احنا دلوقتي عندنا اصلا يعني ايه اصلا الضغط الاول؟ الضغط ده يعني واحد مريض بيقيس ضغطه مرتين في اوقات مختلفه فيلاقي ضغطه اعلى من 140 على 90. فالاول نعرف الاول يعني ايه ضغطه بعد كده نتكلم في ايه في التفاصيل يعني. نعم. فواحد فطبعا الضغط بيبقى فيه انواع. في نوع في يعني الضغط ده ممكن نعتبره عرض وممكن نعتبره مرض. بنعتبره عرض لو هو ظهر ثانوي لامراض ثانيه زي مثلا مريض كلى، مريض فشل كلوي او مريض مثلا عنده مشاكل في الكليه وليكن مثلا مريض عنده حصوه حتى في الكليه. فطبيعي تبص تلاقي البول مش واخد المجرى السليم بتاعه فبالتالي بيحصل مشاكل في الكليه فتاثر على طبعا ايه على الشرايين بتاعه الكلى فتاثر طبعا بالتدريج اسوا سيستم واحد فتاثر على القلب فبالتالي الضغط ايه الضغط يعلى. السكر طبعا بيعمل تصلب في الشرايين حتى الجلوكوز نفسه بيترسب بيساعد على ان الكوليسترول نفسه يترسب على جدار الشرايين فتبص تلاقي الضغط يبدا ايه الضغط يبدا يعلى. مريض الكبد بيحصل عنده حاجه اسمها كونجيشن ده يعني احتقان. الاحتقان ده طبعا الدم تبص تلاقيه واخد يعني زي ماسوره كده فيبدا يرد الدم يرد من شريان للتاني للتالت لحد ما يوصل من اورده بقى لحد ما يوصل ايه للقلب فبالتالي تلاقي القلب نفسه يحصل فيه احتقان وتبص تلاقي طبعا ايه الضغط يعني. الى جانب طبعا العادات السيئه الاكل. واحد كل املاح كتير يلاقي ضغطه عالي، واحد يشرب عرق سوس بيفترى فبالتالي برضه ضغطه يعلى. فطبعا كل جهاز موجود في الجسم ممكن ياثر على الضغط بطريقه مباشره، ده بنسميه عرض لمرض. بمعنى ان احنا لو صلحنا المشكله اللي موجوده في الكليه او في الكبد او في في القلب نفسه هتبص تلاقي الضغط ايه يعني. حضرتك بتقول انه لو انت لو حد مريض عنده كلى كبد سكر بالظبط حاجه في المسالك البوليه ممكن تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم الى جانب المشاكل الرئيسيه اللي يعني في القلب نفسه يعني امراض مرتبطه بالضغط الى جانب بقى ما ننساش طبعا الستات الحوامل. نعم. ممكن يحصل لها ضغط حمل. يبقى هي حامل فبالتالي يحصل عندها ضغط بعد ما تولد الضغط بيروح وممكن يخش في حاجه اسمها يعني مصطلح كده الناس بتسمعه غلط هو تسمم الحمل. هكمل مع حضرتك معايا اتصال تليفوني حنان من الاقصر. السلام عليكم ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام اتفضلي. انا عايز اقول لك ابويا عنده الضغط والسكر والقلب. الله يشفيه. وعنده دهون على الشرايين. وعنده ايه؟ واول ما يمشي خطوه عنده ايه في الاخر اللي قلتيه في الشرايين؟ دهون على شرايين القلب. اتفضلي يا اخت حنان. والضغط بتاعه بعيل على طول. الف سلام عليه. سؤال سعادتك ايه؟ كل وصفات لعلاج الضغط العالي والدهون على الشرايين معلش. حاضر يا استاذه حنان. حاضر الدكتور هيجاوب على حضرتك اتفضل. طبعا عايزه وصفات للضغط العالي ودهون الشرايين. قصص الادويه والكلام من ده ما بتنفعش طبعا على الهواء كده لازم طبعا يتعمل للمريض فحص شامل. يتعمل في ادويه طبعا اخراجها عن طريق الكلى بيبقى صعب شويه. فبالتالي ممكن تعلي وظائف الكلى فتدخلنا في مشكله ايه مشكله غلط. فطبيعي المريض بيجي وبيتكتب له نوع للضغط بعد كده بيحلل وظائف الكلى بعدها باسبوعين لقينا وظائف الكلى بترفع فبنشفت على نوع تاني خالص. فحته ان احنا نقول انواع على الهواء مش هتبقى جديد يعني ايه مش هتنفع لازم كشف ويتكشف عليه ويتعمل له فحوصات كامله. في ادويه تانية ممكن لمريض الكبد ما تنفعش وفي ادويه لمريض القلب محتاجه عشان تقوي عضله القلب. القصه كلها الضغط العالي هنا سببه ايه؟ ما ممكن تبقى المشكله في القلب او مشكله ثانويه زي ما احنا بنتكلم. فكل سبب له دواء معين. مفيش حاجه اسمها دواء ضغط كده وتمشي عليه. ده الغلط اللي احنا بنمارسه في حياتنا اليوميه ان كل مريض ده انا ضغط عالي يروح يجيب شريط كابوتن من الصيدليه ويحط حبايه تحت لسانه. دي مشكله يعني مشكله انه الصيدلي كمان بيديله لو واحد عنده وظائف الكلى السيروم كرياتينين ده اعلى من 1.5 وبدا يمشي على كابوتن باستمرار وظائف الكلى هتعلى. يبقى اصبح ان هو دمر عضو تاني. تمام. بعد ما فانت بتنصح الاخت حنان ان هي لازم تتوجه الى اقرب طبيب ويتم الكشف عليه وعمل التحاليل الكامله. ارجو ان انت تكوني سمعتي اجابه الدكتور محمد. طيب احنا كنا بنتكلم في الامراض المرتبطه بامراض ضغط الدم بالضغط الحاجات اللي ترفعه زي الكلى والكبد والمسالك البوليه والقلب وكل هذه الامراض ممكن تؤدي الى ارتفاع او انخفاض ارتفاع في ضغط الدم او انخفاض على حسب. انا بكلم سعادتك يعني سؤالي اتفضل إذا إنسان اوريدي عنده مرض ضغط دم منخفض أو مرتفع ما هي الأمراض التي تصاحب هذا المرض؟ يعني ممكن ضغط الدم ده يسبب في أمراض إيه تاني؟ أول حاجة ده يعني الضغط ده هيؤدي إلى فشل عضلة القلب. يعني طبعا أنت عندك الدم بيجي ينضخ من البطين الأيسر عشان يخش في الشريان الأورطة فدايما نلاقي فيه ريزيستنس حاجة عمالة تصده فمش عارف يطلع فتبدأ يحصل تضخم في العضلة. لو ما حليناش المشكله دي ايه اللي يبدا يحصل؟ يبدا يحصل بقى ارتجاع في الصمام، يبدا يحصل فيه مشكله، يبدا يحصل فشل
في عضله القلب. فبالتالي ده اول حاجه ممكن تاثر عليه. الحاجه الثانيه الضغط العالي ده كارثي. ده ممكن تبص تلاقي العيان اصلا بيجي لك ضغط عالي بيجي بايه؟ اول حاجه بيجي بصداع، بيجي دماغه مش موزونه، حاسس ان كل حاجه معاه، اعصابه حاسس انها مشدوده، ممكن يجي بنزيف من مناخيره، نزيف من ودنه، نزيف في حاجات عينه تلاقي فيها حمراء. طب انت مش عارف سبب النزيف ايه؟ سبب النزيف ضغط عالي. الى جانب طبعا بقى ايه حاجات تانية، انه ممكن يعني الضغط نفسه يؤثر بقى هو نفسه على الكلى ويؤثر على كل حاجه. من حضرتك الامراض المصاحبه. معايا اتصال تليفوني اخر، استاذ محمود. الو استاذ محمود، معانا الاستاذ محمود يا جماعه؟ ايوه معاك يا فندم، معاك. ايوه استاذ محمود اتفضل. كنت عايز اسال بس الدكتور محمد السمنودي اتفضل عن اللي هو ارتفاع الضغط والصداع الدائم في الراس. الصداع الدائم في الراس؟ وعلاقته بالضغط يعني؟ بالضبط. ماشي استاذ محمود، الدكتور هيرد على حضرتك، شكرا جزيلا. طبعا دي ظاهره طبيعيه خالص بتحصل. ان هو الدكتور كان لسه بيتكلم يعني الضغط بيحصل عندنا حاجه اسمها المينينجيال ارترز اللي موجوده في في المخ، فطبعا الدم رايح لها برضو بكتير، فبالتالي بيحصل هي طبعا في ريزيستنس، فالدم رايح وفي ريزيستنس ايه ضدها. فطبعا ان في حاجه بتصدها كده، فبيحصل ايه زي ما تقول كده يعني تمدد في الشرايين في المينينجيال ارترز. لما يحصل التمدد ده فتحس انت دايما بالصداع. لذلك اول ما الضغط ينزل، اول ما الضغط يتظبط الصداع يروح. الصداع يروح. طيب انت النهارده جاي لك مريض عنده اعراض معينه، هو مش عارف هو عنده ضغط عالي او ضغط واطي، هو مش عارف ان عنده ضغط اصلا، هو جاي بيشتكي من الاعراض. انت بقى امتى تشخص ان هذا الشخص او تقول ان هذا الشخص عنده ضغط عالي؟ بالاعراض ولا لما بتعمل تحاليل وفحوصات؟ لا طبعا المريض بيجي لك انت بيقول لك انا حاسس ان انا مش موزون، فانت اول حاجه كده اول حاجه فحص عادي خالص، بتخش بتقيس له الضغط. الضغط لو عالي ممكن العيان اصلا يعني ظاهره موجوده في كل الناس، في ناس كتير يعني ممكن ما يبقاش حاسس باعراض وضغطه 180 على 90. طبعا ما هوش حاسس باعراض وضغطه 180 على 90، مع الوقت كده ممكن يخش في مشاكل حاجه اسمها مالجننت هايبرتنشن، مشاكل كبيره جدا، لان هو مش حاسس ان عنده اعراض. وفي مريض تاني بيجي بالاعراض، المريض اللي بيبقى اعراض ده كويس. هكمل مع حضرتك المريض ذوي الاعراض. معايا اتصال تليفوني اخر، ام حبيبه من الدقهليه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت بعد اذنك، انا بالنسبه لي انا عندي غضاريف في ظهري ماشي، ومن كتر الادويه اثرت على معدتي، ومجرد اتكلم او اتنرفز او اعمل اي حاجه الاقي معدتي جسمي ساب مره واحده، ولقيت دماغي مره لقيت ضغط عالي او واطي، واحيانا ما الاقيش الضغط، وساعات احيانا وسرعه دخلت مصباح قوي، واخر سقنه خدتها لقيت عالي فلوس اخر سقنه. واحنا مش سامعينك كويس يا ام حبيبه، يا ريت تتحركي بعيد عن التلفزيون شويه. بقول لك انا اصلا عندي غضاريف في ظهري. اتفضلي. غضاريف يعني غضروفين يعني وكده. نعم. المهم حضرتك من كتر الادويه المعده عندي يعني ايه باخد اللي هو بي 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 اسمه بيبيزول، فمجرد ان انا مثلا اكل لقمه او اتنرفز او امشي او حاجه زي كده الاقي جسمي يسخن وجسمي يشد بسبب معدتي دي، وفي نفس التوقيت دماغي يسخن. مره الاقي الضغط يعلى، ومره الاقي الضغط يوطى، واحيانا الاقي صداع وجسمي سخن نار، مش عارفه ده ايه، ورجليا بتتقل بسبب المعده. فانا عايزه اعرف بس يعني ايه، وكشفت كتير ومشي مع دكتور على فكره، دكتور بصمه ودكتور عظام برضه. عايز تعرفي سبب، عايز تعرفي هل ادويه الغضروف هي اللي بتاثر عامله لك الحاله دي يعني؟ انا خدت دواء الغضروف، لقيت جسمي سخن تاني وجسمي كله، حتى كمان عضلات صدري كده من ورا ومن قدام بتعبون، ورجليا تعبان سخونيه مش قادره امشي. شكرا جزيلا. طيب هي ام حبيبه قالت السؤال وجاوبت على نفسها. فهو القصه كلها انت بتاخد الدواء، أدوية العظام عموما أو أدوية الغضاريف القصص دي بتنزل بتعمل زي حفرة في المعدة. الحفرة دي بنسميها إيه، زي إن أول حاجة بتبدأ بالتهاب، بعد كده بتخش في إيه في قرح، هو حاجة اسمها البيبتيك ألسر، بتبقى قرح إيه قرح المعدة. قرح طبعا المعدة أنت عندك الغشاء اللي بيبطن المعدة بيفرز الـ HCL. HCL ده مية نار. تخيل أنت خدت دواء عمل حفرة وبعد كده أنت أكلت، فطبعا طلع مية النار عشان تهضم إيه طبعا البيبسين بقى ده أدوية اللي هي الإنزيمات الهاضمة.
انزيمات الهضمه بتاع المعده مع الاتش سي ال بيقابلوا حته مفحوره بالادويه اللي انت خدتها، فطبيعي ان هيحصل هيجان في الجسم كله مش المعده بس. تعمل ايه؟ المفروض ان هي طبعا تمشي على ادويه معده قبل الاكل بنص ساعه بتاخدها، بتخش تبطن تفرش كده تعمل زي طبقه عازله كده على الجدار، بعد كده تبدا تاكل امورها تبقى كويسه والدنيا ايه والدنيا تمام. والادويه دي تاخدها باستشاره الطبيب؟ باستشاره الطبيب طبعا. هي طبعا بتاخد ببزول مولا، وهي بتاخد التركيز القليل، تاخد التركيز الاعلى شويه وتاخده قبل الاكل، لان لو خدته بعد الاكل مش هيديها النتيجه اللي هي عايزاها. يا ريت ام حبيبه تكون سمعتي الدكتور محمد. معايا اتصال اخر، بهاء من المحله. استاذ بهاء. ايوه يا فندم، مساء الخير. سامعينك يا فندم، اتفضل. مساء الخير. اهلا فندم، مع حضرتك دكتور بهاء جميل يا فندم، ثانيه وثالث في المحله فندم. اهلا دكتور بهاء، اتفضل يا فندم. منور الدنيا يا سعيد دكتور محمد، والاول منور الدنيا طبعا يا دكتور محمد. الله يخليك يا دكتور بهاء، الله يخليك. فخر وشرف لي. كنت عاوز بس اسال حضرتك، لما بنعمل ايكو لاي بيشنت قبل عمليه او بعد عمليه كمتابعه، يعني بنلاقي مكتوب بيتشر اوف هايبر تنشن، فكنت عايز افهم بس من سيادتك تاثير الضغط العالي على المدى الطويل على عضله القلب. ومتشكر جدا لحضرتك. شكرا يا دكتور بهاء. تأثير الضغط العالي على عضله القلب، هو طبيعي الضغط العالي بعد الفتره الطويله زي ما قلنا بيحصل تضخم في عضله القلب، بيظهر طبعا مع الايه لما نيجي نعمل اشعاعات زي الايكو بيبدا يحصل تضخم في عضله القلب. التضخم ده مع الوقت بيبدا يؤدي الى فشل في عضله القلب، وبالتالي يبدا يحصل ايه احتقان، وتبدا تحصل مشاكل كتيره. فهي ظاهره طبيعيه الضغط العالي يؤدي لفشل عضله القلب، ده معادله متساويه وصريحه وما فيهاش اي كلام. طب انت استخدمت يعني ادويه الضغط لفتره طويله، يعني انت في الاخر بتقول النتيجه ان هتفشل عضله القلب؟ لا، هنا في بقى هنا القصه كلها، لو انت ما بتاخدش علاج، انت لو بتاخد علاج انت ما عندكش حاجه. لو بتاخد علاج للضغط، انا واحد ضغط 190 خدت علاج ضغط بقى 120، ما انا كويس خلاص، انا كويس، انا القلب هيتضخم ليه؟ طيب انا زي الفل. طيب دكتور محمد، خليني اقول انت مريض ضغط جالك باعراض، ومريض ضغط جالك من غير اعراض، شخصت الحاله ان هو عنده ضغط عالي، تمام، او شخص اخر عنده ضغط منخفض، تمام، الادويه طبعا في الحالتين مختلفه تماما، اسلوب الحياه لازم يتغير بالنسبه للحالتين بالظبط. طيب نشرح الفرق ما بين الضغط العالي والضغط المنخفض، ما اسباب الضغط العالي واسباب الضغط المنخفض الاول، وبعدين نشوف اسلوب الحياه بالنسبه لمريض الضغط العالي ومريض الضغط المنخفض. زي ما قلنا الضغط العالي هنقول اسبابه ايه الاول، الضغط اللي خلينا في الضغط العالي عشان خاطر نتكلم الاول، هنقارن نعمل مقارنه سريعه بقى. تمام. الضغط العالي بنقول ان هو فوق ال 140 على 90، الضغط الوطني الضغط الطبيعي المفروض يكون كام؟ الطبيعي 120 على 80. يصل الى كام؟ 140 على 90 وزن نورمال، 140 على 90 هنقول نورمال، 190 140 على 90 يبقى طبيعي بالظبط، تحت هنقول 90 على 60. الضغط المنخفض، الضغط المنخفض يبقى 90 على 60، اقل من كده نعتبره ايه منخفض، وممكن يخش العيان بقى بعد كده في ايه في شوك وحاجات ما احناش عايزينها يعني. تمام تمام. مريض الضغط العالي ومريض الضغط المنخفض، اسباب الضغط العالي ايه؟ 1 2 3. اسباب الضغط العالي ممكن يبقى حاجه، يبقى هو اصلا الواحد ما عندوش اي حاجه خالص، وهو ضغطه عالي نتيجه ان هو عنده مشكله في الجينات، حاجه وراثيه عن اهله، بياكل املاح كتير، مدخن، اللي هي العادات ايه اللي احنا اتكلمنا فيها. تمام. او انه يكون المشكله نتيجه حمل، نتيجه مشكله في الكليه، نتيجه مشكله في القلب، نتيجه مشكله في الكبد، اللي هي الاسباب اللي احنا ايه ممكن يكون طارئ، وممكن تكون حاجه طارئه. ده في ظاهره اسمها وايت كوت فينومينوم، يعني الواحد لما يشوف دكتور كده ضغطه يعلى، وبمجرد ما يطلع من عنده ضغطه ينظبط، ده هياخد علاج؟ لا مش هياخد علاج، ما يروحش مستشفى وخلاص هيبقى كويس. تمام. يبدو ان المحله كلها بتتصل بحضرتك، ان انت واضح ان انت لك شعبيه كبيره في المحله. معانا استاذ محمد من المحله. استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ ده الحمد لله استاذ صفوت. والله كنا عاوزين نسال الدكتور محمد بس عن حاجه بس. اتفضل. تمام. هو دلوقتي بس المشاكل القلبيه اللي بقت ظهرت العصر اليومين دول، فكنا بس عاوزين نعرف بس ازاي احنا ممكن نقدر نبعد عنها، ناكل ايه وكده يعني. اشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. هي هي دي الروشته اللي هنقولها في اخر الحلقه. هنقولها في اخر الحلقه. طيب احنا كنا بنتكلم على مريض الضغط العالي، اسبابها الاكل، او ممكن حاجه تكون طارئه، وحضرتك كنت بتشرح بالظبط. الضغط المنخفض، وهو ان يبقى المشكله تبقى اشهر سبب خالص هو الانيميا. الانيميا فطبيعي واحد عنده انيميا تبص تلاقي دايما ايه ضغطه واطي وهبطان ومش مركز والكلام من ده. الحاجه الثانيه ان ممكن يكون المريض برضه العادات في الاكل برضه غلط. الحاجه الثانيه انه بينام كتير، النوم الكتير فطبيعي حركه الدم اصلا ما فيش حركه. هو على طول بفارد نفسه، فبص تلاقي ما فيش حركه، فبالتالي ما فيش دوره دمويه، ما فيش دوره دمويه. الحاجه الثانيه ممكن يبقى الطبيعي بتاع الشخص اصلا ان هو ضغطه 90 على 60 وما بيشتكيش من حاجه. والمريض ده ما يعتبرش مريض، ده لو ضغطه وصل 120 80 هنعتبره مريض ضغط عالي.
لو ضغطه وصل لو 120. هو اصلا مريض 90 على 60 هو 90 على 60 ضغطه منخفض يعني انا شخصيا ضغطي 90 على 60 لو وصل 120 لو وصل 120 لو وصل 120 80 تبقى انت كده مريض ضغط عالي انا ببقى تعبان تمام. طيب مريض الضغط العالي ايه الاحتياطات اللي يجب ان هو يتبعها الاول قبل الادويه؟ الاحتياطات التي يجب اتباعها قبل الادويه بالنسبه لمريض الضغط العالي ومريض الضغط المنخفض. طبعا اول حاجه زي ما قلنا نبعد عن التدخين، نظبط اكلنا، ممارسه الرياضه، املاح زياده في الاكل بلاش، ناخد العلاج بس، مفيش اي حاجه تانية ممكن نعملها عشان خاطر نظبط القصه دي. لو خدنا العلاج لو خدنا ده بالنسبه للضغط العالي والضغط العالي ده بالنسبه للضغط العالي. طيب انا معايا اتصال تليفوني اخر، فتحي من المحله. استاذ فتحي السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا استاذ فتحي، اتفضل اتفضل. بالنسبه لضربات القلب، لما بتزيد ضربات القلب يعني مثلا في بينهج بزياده او زي كده، دي بتبقى نتيجه ايه يعني او علاجها ايه برضه؟ يعني زياده في ضربات القلب. نهجان زياده. نعم. يعني سرعه في ضربات القلب ونهجان زياده. نهجان زياده نعم. يعني طلع سلم طلع حاجه يحس ان هو بينهج وضربات قلبه بتزيد. تمام يا فندم، الدكتور هيجاوب على حضرتك، شكرا جزيلا. هو طبعا الاستاذ فتحي خدنا من قصه الضغط خالص لقصه ثانيه خالص. القصه كلها برضو ده برضو هنقول ظاهره طبيعيه، واحد مش قادر ياخد نفسه فطبيعي بيحصل كومبنسيشن في الجسم، الجسم عايز يعوض فبيبدا القلب يضخ دم، يضخ اكتر من مره بزيادة. في وقت قصير عشان خاطر يوصل دم للمكان اللي هو ايه وهو الرئه. عشان طبعا القصه كلها ان ممكن النهجان ده اسبابه كتير جدا، ممكن يبقى اول حاجه سببه جاي من الرئه، وممكن يبقى سببه جاي من القلب، وممكن يبقى سببه جاي من العضلات نفسها بتاع الضلوع. يعني لو واحد عنده التهاب في الضلوع هينهك، لان طبعا الرئه مش عارفه تتمدد كويس، مش عارفه تاخد راحتها، فبتلاقي اللي فيه التهاب وفيه وجع، فدايما تمام. بيحاول ان هو ما ياخدش النفس الكافي فيحصل له المشكله دي. الحاجه الثانيه ضربات القلب الزياده دي، اول حاجه بنعمل رسم قلب كفحص عادي خالص عشان خاطر نشوف هل ضربات القلب دي عاديه جايه من الساينس من القلب نفسه، ولا في بؤر جديده بدات تطلع في القلب، ودي طبعا بتبقى حاجات ايه غير طبيعيه بتحصل فبتدي ضربات زياده فيحصل المشكله دي. فطبعا ده برضو ننصح الاستاذ فتحي ان هو يتوجه لاقرب لازم طبيب. يروح لدكتور. طبعا لازم يعني امراض الضغط وامراض القلب لابد ان انت تروح، دي ما فيهاش هزار اخصائي، ما فيهاش اي هزار، ما ينفعش ان انت تروح لصيدلي او تروح تاخد دواء من نفسك تقول انا هاخد دواء ضغط مرتفع بينزل الضغط، دواء بينزل بيعلي الضغط، دواء مش عارف ايه، ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، لازم نشيل هذا الكلام من ثقافتنا خالص، لازم نروح لدكتور متخصص في القلب وفي الاوعيه الدمويه عشان يقدر يدلك على العلاج الصحيح. احنا قبل الاتصال بتاع الاستاذ فتحي كنا بنتكلم في اصحاب الضغط العالي واصحاب الضغط المنخفض والاحتياطات التي يجب اتباعها بالنسبه للاثنين. احنا اتكلمنا خلاص على الاحتياطات بتاع الضغط المرتفع. الضغط المنخفض ان انت لازم تعرف سبب الضغط المنخفض ايه، ممكن ما يبقاش في سبب وتبقى بس مجرد ان انت عادات غلط بتتعمل هي اللي بتعمل كده، كان الواحد مثلا بينام كتير، مش منظم مواعيد نومه، ما بياكلش كويس، فتبص تلاقي الامور ايه، الامور معاه مش موزونه. هكمل حته الضغط المنخفض مع مريض الضغط المنخفض. معانا اتصال اخر من المحله، الاستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. محمد موافي معاك من المحله. اتفضل يا فندم. انا بس ما عنديش سؤال. المحله النهارده كلها بتشجع الدكتور محمد. الدكتور محمد الحلقه متميزه والله، واستفدنا منها كتير. ربنا يخليك. نتمنى نشوفه دايما مع حضرتك. ربنا يخليك. الله يخليك. اتفضل. شكرا شكرا. اتفضل يا فندم سامعينك. ما عنديش سؤال والله، بقول لك بس الحلقه متميزه، دكتور محمد منور ويا ريت نشوفه معاك كتير يعني. ان شاء الله ان شاء الله يكون ضيفنا كتير على شاشه صحتك الجمالي، احنا حريصين ان احنا نجيب الدكاتره المتميزين زي الدكتور محمد عبد العزيز. طيب كنا بنتكلم في احتياطات يعني الراجل اللي بينام كتير، الراجل اللي عنده انيميا، الراجل اللي هو ما بيتغذاش كويس، يعمل يعني احتياطاته ايه؟ يعني يجب ان هو عشان الى جانب برضه الاول لازم يبقى هو اوير او يدرك ان هو عنده ضغط منخفض. يعني كلنا يعني بشكل عام انا يعني ما استناش الاعراض، انا لازم ابقى عارف حالتي الصحيه ايه الاول، فانا بالزبط. لازم ابقى متابع مساله الضغط دي، ان اقيس مساله الضغط، لان ده مش في الثقافه بتاعتنا ليه. احنا بنفتكر الدكتور لما بنتعب. بالظبط. اتفضل. لذلك الحملات اللي موجوده حاليا بتاع قياس الضغط والسكر والحاجات دي كويسه جدا، لانها بتعرفك انت رايح فين وجاي منين، لان الناس بتفضل يعني شغاله وبتروح وبتيجي ومحدش شاغل باله اصلا هو عنده ايه ولا رايح فين ولا جاي منين، الا لما بتحصل كارثه. اول ما تحصل الكارثه بيبدا يجري ويبدا يدور يشوف هو عنده ايه والكلام منه.
طيب احنا معانا اتصال اخر استاذ محمد، بس المره دي مش المحله مش شرقيه. استاذ محمد، استاذ محمد، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمد. هقول لك حاجه يا دكتور بكتور. اتفضل. العصب الحائر ليه اي ظروف او يدل؟ انا مش سامعك كويس يا استاذ محمد. اتفضل. انا معاك انا يا استاذ. اي اتفضل. العصب الحائر اللي العصب الحائر يا ريت تتحرك بعيد عن التلفزيون شويه يا استاذ محمد. طيب يا ريت تكلمنا مره، تحاول مره ثانيه وتبعد بعيد عن التلفزيون. هو كان بيسال عن العصب الحائر، ده اللي انا سمعته منه. هو طبعا العصب الحائر بيتحكم طبعا في جزء كبير من الحاجات اللي موجوده في الجسم، لانه طبعا هو ده العصب العاشر. احنا عندنا 12 عندنا الاعصاب المخيه عددها 12. العاشر فيهم هو الايه؟ الفيجاس نيرف اللي هو العصب الحائر ده. ده بيتحكم في كل في الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الجسم، بيتحكم في اسمه العصب الحائر. العصب الحائر بيتحكم في المعده، بيتحكم في كل حاجه. فطبعا لو العصب فيه التهاب، زي ما بنسمع عن التهاب العصب السابع والتهاب العصب الخامس والقصص دي، بيبدا الامور كلها معانا تبقى مش مظبوطه وكلام من ده. تمام. احنا طبعا ما عرفناش هو بيشتكي من ايه. فيعني ومين اللي شخص انه عنده عصب حائر برضه؟ هو ده سؤال لنا يعني. لما يكلمنا تاني الاستاذ محمد. طيب احنا قلنا صاحب الضغط المنخفض لابد ان هو يعني يبقى عارف ان هو يعني الاول يا جماعه لازم كلنا نبقى عارفين انه انا مثلا ضغطي مظبوط. لو يعني القصد ان انا ما استناش لما اتعب وبعدين اروح اقيس الضغط. طبعا انت بتقيس ضغط، نخلي يعني ان انا اقيس ضغطي دي ثقافه موجوده بالزبط. عندنا مثلا كل اسبوع كل 10 ايام مفروض يعني. والدنيا اتطورت وبقى في اجهزه اللي هي بيحط اللي الجهاز بيحط الجهاز وبيقيس تقتنيها في البيت. بالظبط. معانا استاذ ايمن من المحله. الو. الو. ايوه استاذ ايمن. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. اتفضل. سؤال بعد اذنك يا دكتور محمد، بعد اذنك. اتفضل. والله يا فندم انا ما باكلش اثنين واخبار حضرتك، ومحافظ على جسمي وبلعب رياضه. تمام. ماليش في الدهون ولا اي حاجه ولا كلام، وللاسف اروح حلل يا فندم، احلل الاف كوليسترول عندي عالي. يعني انت راجل رياضي ما بتاكلش حاجات سمينه ووزنك كويس وبتلاقي الكوليسترول عالي يا فندم؟ انا طولي 100. ايوه يا فندم، انا طولي 173 وزني 75 كيلو. يعني طولك مناسب لوزنك ومحافظ على لياقتك يعني. ايوه يا فندم. وما بتعشاش بقى، اتغدى الساعه 5 ونص، ما بتعشاش خالص ولا كلام، وللاسف اعمل تحاليل الكوليسترول يطلع عندي عالي، تلاقي الكوليسترول عالي. طيب حاضر، شكرا جزيلا. الدكتور محمد هيرد عليك. اتفضل. عندنا في الطب كده في حاجات مالهاش سبب. في حاجات بنسميها ايديو باثيك. الراجل 173 سنتي يعني وزنه 75 كيلو، ما بيتعشاش، ما بياكلش دهون، في عندنا حاجه بيمشي بيلعب رياضه وعنده كوليسترول عالي. ما هو في حاجات في الطب كده يا استاذ صفوت اللي هو ايه مالهاش سبب. ايديو باثيك ده يعني ايه؟ ما احناش عارفين اصلا سببها جاي منين ولا رايح فين ولا امورها ماشيه ازاي. القصه كلها في الحاجات اللي زي دي، ان انت بتاخد علاج ينزل لك الكوليسترول وخلاص. انت جسمك كويس وبتلعب رياضه ومفيش اي حاجه، ما عندكش سكر، ما عندكش وزنك كويس، امورك تمام، ما بتاكلش وتنام بالليل وزاد. في حاجات بيعجز الطب عنها. فهو يعني يعمل في حاجه بتبقى اصلا، في حاجه اسمها طب انت تنصحه يعمل ايه؟ في حاجه اسمها ايه بقى؟ فاميليال هايبر كوليستريميا. يعني ايه؟ يعني حاجه كده هو وارثها عن ابوه او امه او كلام من ده، فبيبقى عنده كوليسترول عالي، ماشيه في العيله عندهم كلها، العيله كلها كوليسترول عالي. تنصحه بسرعه يعمل ايه؟ تنصحه ياخد ادويه تنزل الكوليسترول، وبرده بيقلل اكل الدهون والكلام من ده. طيب وياخد ادويه تنزل الدهون. معايا الاستاذ عاطف من المحله. استاذ عاطف. الو السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. عليكم السلام. انا بكره اكلم الدكتور محمد بعد اذنك. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك انا عندي ما بمشي او مثلا بطلع سلم ولا حاجه بيحصل لي نهجان، وبس ما بجري ما بحسش بالوجع ده، وبس الكوليسترول عندي عالي شويه. يعني انت بتحس بنهجان؟ والكوليسترول عندك عالي؟ الكوليسترول عالي شويه. طيب شكرا جزيلا، الدكتور هيرد عليك. نفس القصه، الكوليسترول طبعا بيترسب على جدران الشرايين، فطبعا الشرايين دي بتغذي الجسم كله، فما بتغذي برضو الرئه وبتغذي القلب وبتغذي كل حاجه، فبالتالي هل الكوليسترول ده هو الدهون الثلاثيه؟ لا، ده حاجه وده حاجه. ده حاجه. طب نوضح الفرق ما بين الكوليسترول العالي والدهون الثلاثيه.
الاثنين دهون، عشان دي يعني ده فكر ملتبس عندنا ان هو الكوليسترول هو الدهون الثلاثيه، يعني احنا فاهمين ان الكوليسترول هو الدهون الثلاثيه. لا لا لا، احنا لما بنعمل الليبيد بروفايل، الليبيد بروفايل ده اللي هو تحليل الدهون، بيطلع فيه كوليسترول وبيطلع فيه برضو اللي هو التريجليسرايد اللي هي الدهون الثلاثيه، وبيطلع عندنا حاجه اسمها ال دي اتش، وبيطلع عندنا حاجه اسمها في ال دي ال، كام حاجه. القصه كلها ان ده إيه، انت عندك الدهون الثلاثيه عاليه فبتاخد دواء، وعندك الكوليسترول عالي فبتاخد دواء تاني. بس في النهايه ايه الفرق ما بين الكوليسترول؟ انا مش فاهم يعني، انا مش فاهم الدهون اللي وكثير من الساده المشاهدين مش فاهمين يعني ايه كوليسترول، يعني ايه دهون ثلاثيه، فياريت توضح لنا الفرق. الدهون اللي موجوده في جسمنا زي ما في مسببات الاثنين ايه، ولا اي حاجه ولا اي حاجه. الناس كلها بتاكل وبتشرب، في واحد تلاقي عنده الدهون الثلاثيه عاليه، وواحد تلاقي عنده الكوليسترول هو اللي عالي، ملهاش علاقه. القصه كلها احنا انا هكمل معاك موضوع الكوليسترول والدهون الثلاثيه، بس عندي اتصال اخر من الاقصر، رجب من الاقصر. استاذ رجب، يا دكتور صفوت، اهلا بيك يا فندم. انا بحييك يا دكتور صفوت، وبحيي الدكتور، بحيي فريق الاعداد المحترم اللي معاك. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. استاذ فريق الاعداد محترم يا دكتور صفوت، ربنا يخليك يا فندم، تحت امرك. عادت الحي للدكتور، بس ما عرفش هي صدفه او ولا كده بالظبط. اتفضل. انا بعاني من ضغط، يعني من مده 10 15 سنه. عندك ضغط؟ اخد نص فيجا، نص فيجا بالظبط، ما اقدرش اقول اسمها طبعا. ظبطت معايا الضغط، ما عرفش صدفه، وبطلت اجيب برشام الضغط. ما عرفش دي جت صدفه ولا ايه بالظبط، ولا ليها دور. يعني انت خدت، كنت بتاخد برشام الضغط وبطلته؟ ما من ساعه ما باخد النص الفيجا دي ظبط معايا الضغط 100% يا دكتور. البرشام ده ولا ايه؟ برشام فيجا. ظبط معاك الضغط؟ نص 50. وبعدين وبعدين بطلته؟ وبعدين بطلته؟ بطلت بتاع الضغط، بطلت برشام الضغط. برشام ماشي دلوقتي على نص الفيجا ده. اسمه ايه؟ فيركتا. فيركتا ده ظبط معاك الضغط؟ ظبط معايا 100% والله يا دكتور. وخلاك بطلت برشام الضغط يعني؟ وخلاك بطلت برشام الضغط؟ بطلته ليه بتاع 6 شهور. فانت بتسال الدكتور يعني هل تستمر في الـ في الـ في البرشام ده او ترجع؟ دي صدفه ولا ليها دور في تنشيط القلب او حاجه كده في الدوره الدمويه؟ طيب اشكرك يا استاذ رجب. طبيعي السلدينافيل اصلا احنا نفسه، يعني احنا نفسنا، انت ممكن تدخل اي مستشفى او اي مركز قلب مثلا، فتبص تلاقي الفيركتا محطوطه على الترابيزه. احنا بنستخدمها في العلاج، بنستخدمها في علاج كسور الشريان التاجي والقصص دي. لذلك حتى المريض اللي ماشي على حاجه اسمها نيتروجليسرين، لما يكون هو هياخد مثلا في يوم من الايام فيركتا، فبنقول له لا وقف ده، لان هو بيعمل فازو دايلاتيشن، بيوسع الشرايين، فبالتالي بنقلل الدم اللي راي، فبالتالي بنريح الحمل اللي على القلب والكلام من. طبعا هو مش اكيد مش هياخد كل يعني، مش هياخد يعني كل يوم يعني، بتهيألي ما تنصحوش ان لا انا انصحه اللي برضه يتابع، لان ممكن يحصل انتكاسه. لازم ياخد برشام الضغط، لازم يتابع طبعا، لازم يتابع. مش معنى ان هو خد البرشامه بياخدها يوم في الاسبوع ولا يومين فالامور معاه ظبطت، فنفكر ان خلاص، ممكن يحصل في لحظه انتكاسه، وبالتالي ممكن الضغط يعلى ويوصل زي ما احنا يا ريت تكون سمعتنا يعني. عم رجب، عشان يعني المتابعه ثم المتابعه ثم المتابعه. يا ريت تكون سمعتنا الاستاذ رجب من الاقصر. طيب نرجع لموضوع الكوليسترول والدهون الثلاثيه. التباس عند الناس كتير، تمام. يعني لا يفرقون، يعني عندي دهون ثلاثيه، عندي كوليسترول. الدهون عندنا في جسمنا انواع، في نوع اسمه كوليسترول، وفي نوع اسمه دهون ثلاثيه، وفي نوع هي اسمه فقط LDL. انواع للدهون الموجوده أنواع دهون في الجسم. القصه كلها ان انت كلنا بناكل دهون، بس انا ممكن اكون باكل، فالتكسير في الجسم بتاع الدهون الثلاثيه كويس، بس الكوليسترول هو اللي عالي. وممكن التكسير، الميتابوليزم نفسه اللي هو التكسير الهدم بتاع الكوليسترول كويس، فبالتالي تلاقي الدهون الثلاثيه اللي عالي. في واحد تلاقي عنده الاثنين بيتكسروا كويس. القصه كلها انت لازم تعرف ايه اللي عالي فيهم عشان تاخد له العلاج بتاعه، تمام. يعني ما ينفعش تاخد اي علاج كده وخلاص. الامراض دي مرتبطه بامراض ضغط الدم طبعا، ده السبب وثيق. السبب الرئيسي في تصلب الشرايين اللي هو الكوليسترول والدهون الثلاثيه والقصص دي، هي اسباب من الاسباب الرئيسيه لضغط الدم بالظبط. وفي زي ما قلت لحضرتك، في ناس اصلا بيبقى عندهم الكوليسترول عالي وراثه، فهو بيعمل كل حاجه صح في حياته، بس هو وارثها عن زي الاستاذ، زي الاستاذ اللي اتصل بالظبط، وزنه 173 ووزن طوله 173 ووزنه 75، ملهاش علاقه، ورياضي وكل حاجه، لكن عنده الوراثه الثلاثيه، وراثه والجينات نفسه عندها. هي فيها الجين بتاع الكوليسترول ده عالي. طيب محافظه المنوفيه انضمت، يبدو ان انت شهير ويعني الدلتا كلها بتحبك. معانا استاذ شوقي من المنوفيه.
استاذ شوقي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. ممكن اكلم الدكتور محمد؟ تحت امرك، اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا كل ما اكل الاكل بس ما كده بطني توجعني من الجنب الشمال كده. كل ما تاكل اكله دسمه بطنك بتوجعك من الجنب الشمال. اي ماشي يا استاذ شوقي. متاكد الشمال ولا اليمين؟ ان الشمال. اه طيب ماشي، اصل احنا المرارة بتاعنا في اليمين. شكرا يا استاذ شوقي. هو بيقول لك كل ما باكل، هو طبيعي المعده بتاعنا جايه كده. اه فهو القصه كلها مش ارتباط بالشمال واليمين. هو بيحددها، بيقول لك كل ما اكل اكله دسمه. بالظبط الاكله الدسمه، انت عندك هنا عندنا المراره بتفرز العصاره الصفراويه عشان خاطر تهضم الاكل اللي هو الدسم اللي هو الدهون والكلام. تمام. فطبعا احنا عندنا هي موجوده في اليمين مش موجوده في الشمال، فبالتالي ما دام هو قال الوجع جاي من الشمال فبرضه احنا هنعمل سونار على البطن عشان نطمن، نشوف هل في التهاب في المراره ولا لا. دي نقطه. النقطه الثانيه نشوف المعده اخبارها ايه. ممكن يكون بياكل فالاكل طبعا فيه صعوبه شويه، الاكل دسم طبعا، فبالتالي بياخد فتره اطول في المعده عشان خاطر عمليه الهضم. تمام. فبالتالي برضو محتاج حاجه تزق على عشان تزق دي، فضل الاكل فتره طويله حصل له انتفاخ وبالتالي ممكن ايه يحصل وجع البطن. الحاجه الثانيه برضو احنا عندنا القولون بتاعنا ماشي كده ماشي فوق المعده، فممكن يكون القولون هنا من ناحيه الشمال هو اللي تعب، فانت ممكن تبقى قولون ممكن تبقى معده. لو الوجع بيجي لك في اليمين برضو ممكن تبقى مراره، فانت بالتالي لازم تعمل سونار عشان خاطر تطمن على نفسك وتعرف سبب الوجع اللي بيجي لك في بطنك ده ايه. ارجو يا استاذ شوقي ان انت تكون سمعت الدكتور محمد. طيب احنا ارتباط بنتكلم في الكوليسترول والدهون الثلاثيه وارتباطها، يبدو ان هم مش عايزين نكمل هذه النقطه. حسن من المنوفيه. استاذ حسن اهلا بيك. يا دكتور اهلا بيك يا استاذ حسن، اتفضل. بقول لحضرتك يا فندم، انا كنت عايز اسال الدكتور بس كان عندي دايما على العلم ان انا عنده ظروف يعني. يا ريت تعيد السؤال تاني يا استاذ حسن من السامعين. يا فندم حضرتك دايما بحس بتعب في رجلي كده في السنانه من تحت ومن كعب رجلي من تحت. تنميل في السنانه من تحت؟ يعني عنده ظروف من 2006 لحد النهارده وبتعاني منها. طيب يا استاذ حسن، هل ده من الغضروف او من الاملاح بس؟ يعني سؤالك هل التنميل ده من الغضروف ولا املاح؟ ايوه. طيب شكرا يا استاذ حسن. طبعا استاذ حسن تنميل وفي رجله من تحت طبعا وعنده غضروف. عنده غضروف. اه فبالتالي الغضروف ده الانسان حركته قليله، بيحاول يحد من حركته شويه عشان خاطر الوجع اللي بيجي له. تمام. فبالتالي الحركه القليله دي بتخلي دايما رجلك انت ما بتمشيش كتير. فبالتالي بيحصل ان الدم برضو بيمشي فيه قليل، فوارد جدا الدم اللي واصل للقدم. لا الدم واصل لكل حاجه بس بكميه قليله. لا مش بكميه قليله. آه. السريان الدم نفسه قليل. يعني ما يعني كميه قليله واصله ولا مفيش وصول للدم خالص؟ الدم لو ما بيوصلش الدم رجله هتزرق. طيب قصة كلها الدم واصل بس الدم هو بيحصل له تنميل. بالظبط اللي بيحصل ايه بقى؟ اي تنميل بيجي نتيجه اما التهاب في الاعصاب او مشكله في الاوعيه الدمويه. تمام. فبالتالي انت عندك ممكن يبقى المشكله التهاب في الاعصاب. الحاجه الثانيه ممكن تبقى لا قدر الله جلطه في الرجل. ليه؟ لانه ما بيمشيش كتير فبالتالي قاعد فتره طويله. تمام. فركود الدم ده وعدم حركه الدم بالطريقه الطبيعيه ممكن الدم ايه يتجلط ويبدا يحصل ايه تجلطات وكلام من ده. فلذلك لازم هو طبعا يعمل تحليل يوريك اسيد عشان خاطر نشوف موضوع كعب رجله ونشوف القصه دي، ويعمل تحليل بول ويعمل دوبلكس على ايه على السمانه بتاع رجله على الجزء ده كله عشان خاطر نشوف هل في مشكله فيها ولا لا. ما طلعش اي حاجه في الحاجات دي يبقى القصه كلها قصه الغضروف هي اللي تعبانه. معلش هستاذنك مره اخرى. معانا اتصال من احمد رشاد من المحله. استاذ احمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. بقول لحضرتك انا عندي مشكله في مش عارف هي قولون او ايه، لان انا عملت لها كذا حاجه وعملت تحاليل كتير. عندي اوقات لما باكل عادي جدا ما فيش اي مشكله، بس بتجيلي انتفاخات جامده قوي. اه وساعات بيطلع ريحه نفس مش حلوه، يعني دايما الصبح بيبقى ريحه النفس مش حلوه، فروحت عملت تحليل اللي هو بتاع الجرثومه ما لقيتش حاجه. ايه السبب بقى؟ وقالوا لي ممكن تكون من القولون، عطونا في القولون او حاجه زي كده. شكرا يا استاذ محمد. طبعا قصص المعده والقولون ده عند الناس كلها. بيبقى في التهابات في المعده والقولون، فبالتالي القولون ما بيقدرش يتحرك كويس عشان خاطر يزق طبعا الاستول اللي موجود فيه عشان خاطر ينزل، فبالتالي بيقعد فتره اطول فبيعمل انتفاخات. الانتفاخات دي طبعا تخلي بطنك طبعا منفوخه.
ما انتش حاسس براحه دايما، الى جانب طبعا التهابات المعده والكلام من ده، بيحصل طبعا ارتجاع المريء والقصص ده، فبالتالي بيديك ريحه النفس الوحشه اللي انت بايه اللي انت بتحسها. لازم ياخد علاج للمعده وياخد علاج للقولون، ويستحسن لو يعمل صناعه البطن عشان خاطر نشوف الدنيا فيها ايه. طيب نرجع لموضوع ارتباط الكوليسترول والدهون الثلاثيه بامراض الضغط. احنا قلنا ان هي ممكن تكون وراثيه بالظبط، ممكن تكون لها المسببات اللي حضرتك ذكرتها قبل كده، تمام. ممكن تسبب الضغط المرتفع وتسبب الضغط المنخفض ايضا. لا المرتفع، المرتفع بس. تصلب الشرايين بيبقى قصته مرتفع اكتر منه منخفض، هيعمل لي منخفض ليه؟ طيب هذه القصة بتاخدنا في اتجاه تصلب الشرايين والجلطات، اللي هي أصبحت يعني دلوقتي بقينا نسمع إيه ده، أنا كنت فلان كان في المستشفى أصله بعمل دعامة، أصلي بعمل كان في جلطة، فبقت المسألة وكأنها يعني إيه نزلت برد أو حاجة متكررة، بدأت متكررة وبدأت تكون كتيرة يعني نطاق كتير. طبعا إحنا يعني بنتمنى أنه محدش يصاب بهذه الأمراض، لكن الضغط هو مقدمة، والكوليسترول والدهون الثلاثية وارتفاع الضغط هو مقدمة لهذه الأمراض. بالزبط. إيه ما هي الأسباب بتاعة الجلطات، وهل ألام الصدر هي بتعتبر مقدمة للجلطات؟ طبعا مريض الجلطة بيجي طبعا بألم في صدره شديد جدا، الألم ده بيرد في ظهره من ورا وفي كتفه. أنا هكمل النقطة المهمة دي، بس معايا اتصال تليفوني آخر، الحاجة رابحة من الدقهلية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، عايزة أقول للدكتور أحمد، أنا عندي هشاشة في العظام وتعبانة أوي، وجسمي بيتقطع جامد. الحاجة عندها كام سنة؟ عندي كام سنة يا حاجة؟ نعم. كام سنة يا حاجة؟ أنا عندي 64 سنة. ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة. تفضلي. ايوه، وباخد حبوب للعظم وما بتعملش حاجه. وبعدين ما بلحقش نفسي بالميه من تعب. تمام. من تاثير الادويه يعني حضرتك بتاعه العظم؟ عشان مش قادر تروح الحمام. يا حبيبي بستخدم الصبح يعني في التأمين، بدينا حبوب للعظم، بدينا هو احنا مستمعينك كويس يا حاجه رابحه، هي الرساله وصلت خلاص، بس هي رساله وضحت والدكتور محمد هيرد على حضرتك. اتفضل. شكرا جزيلا. طبعا الحاجه رابحه 64 سنه. طبعا بنوصل لحاجه اسمها المينوبوز. المينوبوز يعني بتتوقف الدوره الشهريه. فطبيعي ان الهرمونات عندها الاستروجين والقصص دي اللي بتحافظ طبعا على العظم والكلام من ده قلت، فبالتالي بيبدا يحصل هشاشه العظام، ودي مشهوره جدا عند الستات فوق ال 50 سنه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه وهي خشونه المفاصل، ودي طبعا مشهوره عند المصريين كلهم، مش عند الحاجه رابحه بس، خشونه المفاصل. وخشونه المفاصل دي بتاخد الادويه، والادويه لها اضرار على المعده، فتتعب لك المعده فتقوم انت توقفها، فمعادله صعبه. طيب يا فندم، عشان وقتي خلاص اشرف على اتصال، ما شاء الله جالك يعني انت جالك اتصالات تليفونيه كثيره جدا، والوقت عدى معاك بسرعه جدا. الله يخليك. يعني عايز ندخل لمساله الجلطات وعلاقتها بامراض الضغط في دقيقه واحده. احنا عندنا بيحصل تصلب شرايين، تصلب شرايين ده الدم اللي واصل للقلب، القلب نفسه بيغذي نفسه. اللي هي الشرايين بيغذي نفسه عن طريق الشرايين التاجيه، الشرايين التاجيه الايمن والايسر. فطبيعي بيبقى بيحصل تصلب شرايين، الدم اللي رايح للقلب بيبقى قليل برضه هو كمان، فبالتالي يبدا هنا يحصل ايه؟ وجع في صدر، ممكن يحصل له ذبحه صدريه، وممكن مع الوقت التصلب يعني الشرايين. احيانا تلاقي واحد يقول لك عندي الم في صدري. الالم اللي في صدره ده ممكن يبقى ذبحه صدريه نتيجه تصلب الشرايين، فالدم مش واصل كويس فيحصل له القصه دي. ده نقطه. طب لو حصل انه عنده الم في صدره يعمل ايه سريعا؟ الأول يعني الواجب عليه يعمل الأول ايه؟ الاول حاجه انه يتوجه ناحيه اي مستشفى يعمل رسم قلب. عشان خاطر يعني ما يسكتش يا فندم، ما يسمعش كلام ان هو طب اصل انت عندك برد في صدرك او عندك واحد دور برد. هتتوجه ناحيه اي مستشفى، هتعمل رسم قلب، وهناك الدكتور هيشوف رسم القلب. لو رسم القلب طلع كويس خالص ما فيهوش اي حاجه، والاعراض اللي عندك ممكن تبقى حاجه بنسميها تيبيكال، يعني هي دي، وفي اعراض بتبقى اتيبيكال يعني مش دي الايه الاعراض اللي بيجي بيها الالم الصدر اللي بتاع الجلطه. بنبدا الدكتور يبدا يشخصها، بالتالي بناء على رسم القلب وبناء على تشخيص الدكتور هيقول والله دي ذبحه صدريه، هيقول ان دي جلطه، هيقول ان ده حاجه اسمها مايوزايتس يعني شويه التهاب في العضلات، وبناء عليه يبدا يدي بسط العضلات، فانت ترتاح وتبقى ايه وتبقى كويس. القصه كلها هنا قصه دكتور. فانا لازم تجري على طول على الدكتور، ما تستناش. جالي جالنا مريض
وفضل يتحمل على نفسه ودلوقتي جايب بشريانين مقفولين. الموضوع مش سهل لا يعني. حاولنا ان احنا نفتح عشان نركب دعامات وكده ما ينفعش. الموضوع مش سهل ومحتاج عمليه قلب مفتوح حاليا. طيب. يعني انا هستكمل معاك هذا الحوار الشيق الممتع، يعني هو مش ممتع يعني ولا حاجه عشان يعني بتتكلم عن امراض وحاجات زي كده، لكن احنا ممتع لانك بتفيدنا وبتفيد الساده المشاهدين نتصرف ازاي. فانا بالنسبه لنا افاده الساده المشاهدين هو الهدف الاول وده دور الاعلام. طيب الروشيتا في نص دقيقه اللي احنا اتفقنا عليها في اول الحلقه، ازاي نتجنب هذه المخاطر كلها؟ روشيتا في نص دقيقه. اول حاجه طبعا الرياضه. الرياضه دي طبعا بتفتح شرايين كده فرعيه، الشرايين الفرعيه دي بتغذي الجسم كله وتغذي القلب. الحاجه الثانيه عدم التدخين، نحاول ان احنا نمتنع عن التدخين. الجانك فود، الاكل اللي من بره والاكل اللي مليان الجانك فود يا جماعه اللي هي الاكلات السريعه. الحاجات السريعه دي طبعا مليانه دهون واملاح، طبعا الاملاح لكن في املاح كتير نحاول ان احنا برضو نتجنبه. الى جانب بقى طبعا شرب الاعشاب الطبيعيه دي كويسه جدا مش وحشه، مفيده لكل حته في الجسم. الحاجه الثانيه ان انت لو الكوليسترول بتاعك عالي تدور وتاخد علاج ما تسكتش، انت عندك ضغطك عالي تاخد علاج ما تسكتش، تبدا تظبط علاجك وتظبط دنيتك هتبص تلاقي الامور كلها ايه، نظبط اللايف ستايل بتاع الحياه، اسلوب الحياه، النوم تنام كويس، نوم بدري، ما تنامش كتير لان النوم كتير دم بيرخي خالص فتبص تلاقي الجلطات نسبتها تعلى. فبالتالي انت برضو نومك من 6 ساعات ل 8 ساعات، ما نحاولش الناس اللي بتنام بال 14 و 15 ساعه. الحاجه الثانيه لو انت هتقدر ان انت تقوم في نص اليوم تقوم تخش الحمام تقوم تتحرك ده كويس جدا، ان انت ما واحد يقول ده انا قمت من النوم دخلت الحمام وزعل، لا ده غلط، انت المفروض تبقى مبسوط لان انت اتحركت فالدم حصل فيه تنشيط فنسبه ان انت يحصل لك جلطه طبعا قليله. لذلك برضو صلاه الفجر مهمة جدا لانك طبعا انت بتكسر اليوم بتاعك بان انت تقوم تتمشى وتصلي وتمارس رياضه. اشكرك يا دكتور محمد. دكتور محمد عبد العزيز السمنودي اخصائي امراض القلب والاوعيه الدمويه بمركز قلب المحله، شكرا جزيلا لك. وعلى وعد ان احنا نلتقي في حلقه اخرى نستكمل هذا الحديث حول امراض العصر ونستكمل يعني المرحلة بتاعت الكورونا دي نعمل فيها ايه، لان احنا لم نتطرق لهذا الموضوع. مهم وان شاء مهم الله جدا. نلتقي في حلقة قادمة نتحدث فيها عن باقي الاسئلة اللي عندي. الحقيقة انا عندي اسئلة كتيرة جدا لحضرتك في هذه الحلقة، وان شاء الله نلتقي بيك مرة بإذن اخرى الله. هذا يعني كان كل ما لدينا اليوم في روشيتا، عملنا لكم روشيتا لحياة سليمة، لحياة يعني تكون لايف ستايل زي ما قال الدكتور محمد، يعني أسلوب الحياة بتاعنا يا جماعة لازم يتغير. أسلوب حياتنا اللي احنا عايشين بيه حاليا هو أسلوب حياة يعني جاذب للأمراض اللي هي أمراض الدم والجلطات وهذه الأشياء. لكن لو رجعنا زي زمان من 10 15 20 سنة 30 سنة لما كنا بننام بدري ونصحى بعد الفجر ونتغدى الساعة 12 الظهر ونتعشى الساعة 7 8 بالليل ونمشي للشغل والأكلات ونركب الصحية والفواكه والخضار والأكلات الصحية والفواكه والخضار زي ما بيقول الدكتور محمد، أكيد حياتنا هتتغير نحو الأفضل، وده اللي احنا بنرجوه وبنتمناه. أطيب الأمنيات وأرق تحياتي صفوة العربي، أراكم على خير.